وزير الصحة التركي البروفيسور الدكتور رجب أكتا. تركيا Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım. وزير المواصلات التركي السيد بينالي يلدرم. تركيا Cumhuriyeti Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç. والي مدينة أورفا السيد جلال الدين جوانج. Saygıdeğer Suriyeli kardeşlerimiz, birazdan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan burada sizlere hitap edecektir. بعد قليل سوف يخاطبكم رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان. Erdoğan'ı selamlayın. Saygıdeğer Suriyeli kardeşlerimiz, hazır mıyız? Evet, birazdan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan sizlere hitap edecek. Görüyoruz ki büyük bir sabırsızlıkla, büyük bir heyecanla ve büyük bir coşkuyla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyorsunuz. Evet, birazdan. Evet, hazır mıyız? Ba'da qalil ve ba'da lahazat na'rif annakum tentazirunna bi hamas. Reis el-vuzara Türkiye Seyyid Recep Tayyip Erdoğan. İşte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye muhalifleri lideri Muaz el-Hatip. Saygıdeğer Suriyeli kardeşlerimiz, şimdi sizlere Suriyeli muhaliflerin lideri Muaz el-Hatip hitap edeceklerdir. Ve an Seyyid Muaz el-Hatip, Reis İtilafı Suriye Safi'ye katılıkum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. أيها الإخوة، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الغاليات، يا شعب سوريا العظيم الذي صبر في وجه الحديد والدم 20 شهرا وهو يقول شيئا واحدا: طريقنا الحرية والكرامة ولا شيء آخر.
حرية. أيها الإخوة، في كل يوم، في كل يوم يتساقط إخواننا وأخواتنا وأطفالنا تحت قصف هذا النظام المجرم من أجل أن نركع، ولن نركع إلا لله. أيها الإخوة، أريد أن أكون معكم صريحاً جداً فأقول: هناك من يريد تجويع الثورة السورية، هناك من يريد أن لا يحصل السوريون على حريتهم، ورغم كل ذلك فقد قررنا أن نتابع الطريق وأن نحصل على حريتنا. أيها الإخوة، أيها الإخوة، مررت حتى وصلت إليكم لأتشرف بكم بمدينة أورفا، وأخبروني هناك أن فيها مقاماً لسيدنا أيوب، فقلت: هذا من علامات النصر، رب إني مغلوب فانتصر يا الله. وقالوا لي أن هناك مقاماً لنبي الله إبراهيم عليه السلام، فقلت: يا نار كوني برداً وسلاماً على شعب سوريا. أيها الإخوة، هناك من لا يريد لهذه الثورة أن تنتصر، وهناك من يريد أن تضيع دماء هذا الشعب، وهناك من يريده أن يعيش في الذل والإكراه والبغي والظلم، وهناك شيء واحد يعيننا على مقاومة ذلك: اعتصام بالله سبحانه وتعالى، ثم محبة فيما بيننا، ويد واحدة في السراء والضراء. يا شعب سوريا، أحبوا بعضكم. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، الشعب السوري واحد، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. أيها الإخوة، لم يكن عندنا قبل هذا النظام مشكلة بين سني وعلوي، بين عربي وكردي، بين إسماعيلي ودرزي، بين مسلم ومسيحي، بين تركماني وكردي، لم يكن عندنا أي شيء من هذا، وأنتم تعرفون كيف كنا نعيش وسنرجع نعيش هكذا بإذن الله. أيها الإخوة، أنا أعرف معاناتكم وصبركم، ووالله كلما فتحت حنفية الماء أشعر بالبرد في داخل عظامي، وأنا أتذكر أطفالنا في المخيمات، وأنا أتذكر أخواتنا المرهقات في الليل والنهار، وأنا أتذكر شعبنا الجريح الذي يصبر ويصبر. وأقول لكم: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا إن شاء الله. أيها الإخوة، لبيك 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 يا الله، لبيك لبيك يا الله. أيها الإخوة، صبرنا كثيرا وسنصبر أكثر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومعناها: لا يجوز أن يغلبكم العدو لأنه أكثر منكم صبرا، وقد بقي قليل حتى يطلع الفجر، فاصبروا أيها الإخوة، فإن الفجر قريب بإذن الله. أيها الإخوة، من نعم الله علينا، من نعم الله علينا هؤلاء الإخوة الأحبة،
وعلى رأسهم أخونا العظيم الطيب أردوغان حفظه الله وسائر أركان حكومته الذين يعملون في الليل والنهار من أجل هذا الشعب العظيم الذي يحبهم ويحبونه، وهم يبذلون كل ما يستطيعون من أجل أن يكون شعبنا في أمان، في خير، في راحة. وأشكر الحكومة التركية على تبرعها ب50,000 من الطحين لإخواننا في الداخل رفعاً للفاقة والمجاعة التي رمانا النظام الفاجر بها. إخواننا الأحبة، هناك أمور يجب أن نتذكرها دائماً. طريقنا فيه مشقة، ولكن بالتعاون، بالمحبة، بفتح القلوب لبعضنا سنتابع الطريق، وسنستطيع أن نتجاوز المحن، وسنصبر حتى نحصل على مرادنا. وأريد من كل واحد منكم أن يحب أخاه، أن يصافح أخاه، أن يؤثر أخاه على نفسه، فإن أمة يحب بعضها بعضاً لن يستطيع طاغوت في الأرض أن يقوضها بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعاً، وأرجو أن أتشرف يوماً بمصافحة كل واحد منكم، وأرجو الله تعالى أن يثبتنا جميعاً في طريق هذه الثورة العظيمة التي فتحت أبواب الخير، والتي نرجو الله تعالى أن يحسن لنا ختامها إلى ما فيه كرامة وحرية شعب سوريا العظيم. أحيي كل إخواننا، أحيي أخواتنا الصامدات، أحيي المرأة المسلمة وغير المسلمة، أحيي المرأة العاملة والأخ الشجاع والإنسان الذي يبذل في الإغاثة، وأحيي كل إنسان من شعب سوريا، وأقبل يد كل كبير فيكم، وأعانق كل صغير، وأقول سنبقى بإذن الله جسداً واحداً وروحاً واحدة، ونهايتنا بإذن الله حرية وكرامة. بارك الله بكم، وأستودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. bizler Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Türkiye halkına bizlere yapmış olduğu yardımlardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye halkı hükümetiyle beraber tüm Suriye halkının yanında durdu. Her türlü desteği bizden esirgemediler. Bizlerin üşümemesi için gıda yardımında bulundular. Bundan dolayı çok şükranlarımızı arz ediyoruz. السلام يا شعب السوري، السلام يا شباب السوري، السلام يا نساء السوري. kardeşlerim sizlerle Akçakale'de Şanlıurfa'da çok farklı bir dönemde bir aradayız. İsterdik ki böyle bir zamanda, böyle bir manzara içinde bir arada olmayalım. في مثل هذه المعاناة وفي مثل هذه المنظر. biliyorum ki sizler şu anda gurbettesiniz. أنا أعلم أن إخواني السوريين الآن في الغربة. ama burası farklı bir gurbet. ولكن أنتم في غربة مختلفة. zira burası sizin ikinci evinizdir. لأنكم أنتم
أنتم في بلدكم الثاني. Sizlere evinizdeki lüksü belki burada temin edemiyor olabiliriz. Fakat elimizden gelenin bu şartlar içerisinde hep en iyisini yapmaya gayret ettik. Şu ana kadar bizim bu kamplarımızda yaklaşık 150 bin Suriyeli kardeşimiz bulunuyor. Ayrıca çeşitli vilayetlerimizdeki evlerde kalanlarla beraber bu sayı 220 bine ulaşmış durumda. Şu ana kadar zalim Suriye rejimi, zalim Beşar, zalim 50 bine yakın Suriyeli kardeşimizi biliyoruz ki şehit etti. Aynı olayı Hama'da, Humus'ta babası yapmıştı. Bu ise babasını geçti. Unutmayın. Unutmayın. Şunu çok açık net görüyoruz. Aslında Allah'ın yardımı yakındır. Ve unutmayın, men sabera zafera. Siz çok çile çektiniz. Az önce Akçakale merkezde söyledim. Her kutlu doğum sancılıdır. Şu anda Suriye bir kutlu doğuma hazırlanıyor. Bu ise tüm Suriye halkının iradesinin iktidar olmasıdır. Biz Türkler olarak Arabıyla, Kürdüyle, Hristiyanıyla, tüm Dürzisiyle, tüm Suriye halkını hangi inançtan olursa olsun hepsini bugüne kadar sevdik, seviyoruz.
نحن كأتراك وكشعب التركي قد حبينا كل فئات الشعب السوري من مسلم ونصراني ودرزي ومن كل فئات. Ayırmadık. لن نفرق بين الشعب. Çünkü bizim aramızda 910 kilometre sınır var. Biz hem kardeşiz hem komşuyuz. İnşallah sonuna kadar yanınızdayız. Eksiklerimiz olursa, hatalarımız olursa ilgili başbakan yardımcım bu işleri yakından takip ediyor. Ve bu kampın oluşumunda emeği geçen AFAD'a, Kızılay'ımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. İnşallah. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Fi emanillah. Maasselame. İşte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye muhaliflerinin lideri Muazzez Hatip. Suriyeli kardeşlerimiz, çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydınlık olsun, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.